هناك شريط عددي على السبورة، هل هذا الشريط صحيح؟ لا لا، قولوا لي لا برك، شوفوا لا صحيح. واحد بعد الواحد كان اثنان. نعم أم لا؟ نعم أم لا؟ نجده. نعم الشريط صحيح؟ هل الصفر يأتي بعد الاثنان وهل خمسة تأتي بعد الصفر؟ هل الشريط كتبنا الأعداد بطريقة صحيحة؟ لا. ماذا سنفعل؟ سنصحح هذا الشريط العددي، ولكن قبل أن نصححه على هذا على السبورة عفوا، سنشكل شريطا عدديا بهذه الأرقام الموجودة على البطاقات. إذا من يصعد إلى السبورة؟ يلا ياسر 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 نسرين، يلا بسرعة بسرعة. أول عدد ما هو أول عدد؟ جيد أحسنتي، صفر. يلا بعد الصفر حطيه هنايا، هكذا هكذا حطيه مع هنا، حطيه على حسب هذا هذا الخط، هذا الخط تاع البساط. إذا نبداو منا بعد الواحد ماذا يوجد؟ جيد أحسنت، اثنان ثبته جيدا. بعد الاثنان عفوا بعد الواحد، جيد أحسنتي ثبتيه جيدا، حطي حطي مع الواحد، أحسنت. يلا بسرعة ثبتيه، أحسنتي. يلا ثم جيد، ثم أحسنتي وأحسنت. نعم نسرين، أربعة تاك أربعة تاك، نسرين أربعة، كتبوها صحيحة أربعة، نحطوها بشكلها الصحيح. نعم بالطريقة هذه أربعة، جيد. بعد الأربعة ماذا يوجد؟ خمسة، جيد أحسنت ثبتيه مليح نسرين، جيد. ثم ماذا يوجد بعد الخمسة؟ أحسنتي ستة، جيد. ثم ماذا يوجد؟ أحسنت سبعة، ثم ثمانية، جيد. ثمانية بالمقلوب درتيها ثمانية قلبيها. ثم ماذا يوجد بعد الثمانية؟ تسعة، أحسنت. الآن نسرين روحي منا وقرأي لي الأعداد، روحي منا وقرأي لي الأعداد. صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. أحسنتي نسرين، جيد. يلا ياسر اقرأ الأعداد من صفر إلى تسعة. صفر، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أحسنتم. إذا الشريط العددي، سنصحح الشريط العددي على حسب الشريط العددي الذي صنعناه على البساط. من يصعد إلى السبورة ويصحح الشريط العددي؟ يلا دعاء بسرعة. بدو الفوضى، درتوا فوضى كبيرة. يلا دعاء. ليه يقولوا أستاذة ما يطلعش السبورة؟ لازم نكونوا هادئين وعاقلين. يلا جلوس الآن. ممساحة على المكتب، ممساحة. يلا شكون يعاود يدور لها الشريط العددي هنا؟ الله فارس فارس. دورها على الشريط العددي، ساعدها. يلا بسرعة فارس، دور هولها ليها الشريط العددي هذا بسرعة.